كملين معكم حلقتنا الكرفانية وصار وقت هلأ فقرة الدعمسات. أبو الدعموس مش مبين، فبالتالي في تقرير مفروض نشوفه مع بعض. خلينا نشوف التقرير وراجعين. كل عام بخير. انت بألف خير. العمر كله حبيبي. قديش صرت؟ 27. العمر كله سيدي. شكرا جزيلا. يعني ابو الدعم بال 100 ونجاح بوجود السنه يزيد خلص راح بالكيك يعني. رغيف خبز بالله يا شباب. صراحه هم السكاكين مع طلال عشان نبلش ونقطع ونحتفل، فطلال لازم يلحقنا بالسكين والصحون مشان نبلش احتفاليتنا. احكي لي عن حالك. هاي تعرف هاي الانترفيو، احكي لي عن حالك بالانجليزي خمس دقائق. شاب شو شعورك؟ طيب كيف المفاجأة أول شيء قبل تحكينا؟ أنا أول مرة أشوف مغربي خجلان لهالدرجة. صراحة أنا عم بحاول أكسر. أنا من زمان، من أول يوم جيت فيها كربوان لحد الآن، اليوم ثاني يوم برجع بستح يعني. حلو حلو حلو. مين احتفل فيك اليوم؟ صراحة لسه بدي احتفل مع أهلي حبايبي، يعني لسه ما شفتهم من الصبح في شغل، فهلا بس اروح احتفل فيهم يا سيدي. ان شاء الله يا رب دائما كل سنه وانت معاهم وبسنينك يا يعني مش معاهم جميعا. على طول عزابي نفرح فيك كمان. اذا شوكولاته على البلوزه بس لانه عيد ميلادك انا مبسوط. غير هيك من كارثه. لك غسله البلوزه عندي والله. كيكه على ايش؟ الكيكه على شوكولاته، لانه ما بصير نحكي بعد ما يزيد حكى على شوكولاته انها مش شوكولاته. عليها ارسنال. شكرا لاي حدا بيعرف يعني ارسنال كرفان والشغلات اللي بتحبها. مرجي المرجي الكاميرا الكيكة. كيف الفرحة؟ سيارة ما توقع. حلو صراحة. لما يعني لو كنت أفكر في موضوع 27 ما كانتش كتير تسحول، بس صورة بتشهي ما شاء الله. اللي يعني تخيلت يمكن السنة الجاي يفرق معي إنه 28، يعني كنت راح أحسها شوي أكتر. 27 لا مش. شوف نصيحة أخوك صراحة بتبلش تفرق معك يعني بعد 29. هرمنا انا وصلت هاي المرحله. بسم الله يزيد قديش وين وصلنا؟ انا تعدينا ال 30 يا كبير. الجال يعني. حبيبي احكي لنا عمو انت. انا اللي يا ريت اجى عيد ميلادي يوم الاثنين، ما جبتوا لي كيكه هاي السنه. انا اجى عيدي يوم خميس. انا اجى يوم الجمعه الله وكيلك، ما حدش تذكرني. بكل عام انا ما اجاش الحمد لله. مغرب اليوم انت فارس الحلقه، فبدنا ندردش شوي احنا وياك. صار مستحي. خلص اطلع من الاستحاء. مغربي شو دارس؟ هندسه اتصالات، بعدين ماسترز ماركتنج. حلو حلو. طب الاعلام موضوعه كان دائما ببالك ولا بصدفه؟ ولا ببالي بتاتا صراحه. في زميلتي ميس كانت هي مره صارت تحكي لي، انه انا كنت بعطي تريننجز، فمره صارت تحكي لي طب انت هذا اللي بتعمله بالتريننجز ليش ما تروح تعمله على التلفزيون؟ تمام. وبالذات كان مرات التريننجز اطلع عن المتفقين عليه واحكي هيك شويه افكار غريبه. اوكي. اللي صارت تحكي لي طب ليه ما تجرب تحكيهم؟ فقلت لها انه ليه اطلع تلفزيون؟ ليه الناس صارت تتقبلني على التلفزيون؟ لا دارس اعلام ولا بعرف مش خاطر الموضوع، مش عارف انه راح يطلع ويكسر ابو ولا يعني مش مكسر. لا لسه لسه بدنا. لا والله مكسر طريق يعني. طويله. لا حبيبي يعني لسه بتعلم باب انه عيد ميلاده، فاحنا لازم لا مكسر مكسر مكسر. فبس وصارت القصه هيك بس بالصدفه، انه لا اقدم على رؤية مش اقدم على رؤية. قعدنا حكينا، ما كانش حتى الموضوع كلياته في بالي. كان الاتفاق اولها على فقره مش على مذيع باستوديو، مش بريزنتر للبرنامج نفسه، كانت بريزنتر للسيجمنت. اوكي. اتسكليتد خلاص مش الموضوع وصارت للبرنامج. طب انا ما راح اسالك مين اكثر حدا قريب عليك بعائله كرفان، لانه اكيد كلياتهم. شوف كيف ارتاح كلهم. حكيت. شكرا شكرا. بس راح اسالك فعليا ايش اكثر موقف ما عمرك تنساه صار معك بكرفان يا حبيبي؟ سواء هذا قال يعني. شوف هو موقف جديد بس لحد الان كل ما برجع بتذكره بضرب معي مع ابو الزوز. في مره كنا بحلقه، فكان في رقم اللي هو 4.5 مليون.
اوكي فانا مع العجقه حكيت 4.5 مليون فيزيد نط او يا او يا هذا الموقف كل ما ارجع اتذكر صراحه يضحك. طب مغربي لو بدنا نسالك هيك مثلا وين احلامك لوين بدك توصل؟ صراحه المشكله قصة رؤية كلها تغيرت نوعا ما هيك عملت شفت كل الاحلام تغير بتغير من الحياه كثير. صراحه مش حاط هدف معين ببالي ولكن الهدف اشيين رئيسيين فيهم اهلي امي وابوي الله يخلي لي اياهم والشيء الثاني اكون مبسوط يا سيدي ان شاء الله يا رب. بغض النظر شو الديتيلز تبعت الموضوع. طب بما انه اليوم عيد ميلادك ويعني بيطلع لك هيك تتمنى امنيه بصير هيك نحن والمشاهدين نعرف شو الامنيه اللي تتمناها اليوم صراحه على المستوى الشخصي وعلى المستوى على المستوى الشخصي يخلي لي امي وابوي بصحه وبخير آمين. هذا اهم شيء عندي اياه. على المستوى البروفيشنال على المستوى المهني التطور يعني ان شاء الله اكون ضل الكيرف عماله وبطلع لازم يولع صح صح مزبوط. انا يزيد كل عام وانت بخير هلا بنطلع فاصل هاي مش فاصل هاي فاصل.